السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم أجمعين. وما زال وليد قزمة أو وليد قرف أو وليد مزور الإيميلات يتحفنا بأخلاقه أخلاق الشوارع. قد شاهدتم معي في حلقة السابقة كيف أن هذا عديم الأخلاق استهزأ بالشيخ حسن اللهياري لأنه لا يعرف العامية المصرية. فقام هذا المزور وسبه بالمصري حين تناظر معه وقال له امشي يا ابن القزمة، ثم هرب من المناظرة. وبعد هروبه قال كان علي أن أقول له امشي يا ابن الحذاء عشان يفهمها، ثم قال ذا قرف قرف، بل أنت هو القرف يا قرف، ما هذه الأخلاق يا قرف. وهذه المرة قام هذا القرف بالاتصال بالأخ العزيز المحترم الحاج وعد اللامي الذي طرح عليه سؤال دمره ودمر السقيفة فوق رأسه، وهو أنه دائما أهل السقيفة يستشهدون بالآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويقولون أن هذه الآية فيها فضيلة لأبي بكر وعمر. فسأله الحاج وعد وقال له أنه قد أسلم قبل أن يسلم عمر 40 رجل وإحدى عشر امرأة، يعني 51 شخص أسلموا قبل إسلام عمر، وعمر كان مشركا، كان نجسا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. عندما كان عمر مشركا نجسا كان 51 شخص قد أسلموا، فهل هؤلاء أفضل من عمر المشرك النجس؟ لأنهم من السابقين الأولين. فعجز مزور الإيميلات على الجواب وفقط قال أن السيدة الطاهرة خديجة سلام الله عليها قد أسلمت قبل أمير المؤمنين عليه السلام، فإذن هي أفضل من أمير المؤمنين. يعني هذا الجاهل يريد أن يلزمنا بدينه. الأخ وعد اللامي يتكلم عن عمر وهذا المزور يتكلم عن خديجة ويريد يلزمنا بعقيدته. طيب هب أن خديجة أسلمت قبل الصحابي علي بن أبي طالب عندكم، ثم ماذا؟ الصحابي علي عندكم لا يهمكم إن أسلم ألف قبله، يكون أول يكون آخر لا يهمكم أصلا، أنتم فقط يهمكم أصنامكم الكبار أبو بكر وعمر وعثمان، لأنكم نفختم آذاننا أنهم أفضل الصحابة بعد النبي وقلتم أن الآية والسابقون الأولون تدل على أفضليتهم. طيب السؤال الذي سألك الحاج وعد وهربت منه أنه قد أسلم قبل عمر 51 شخصا، فعلى حسب كلامكم هؤلاء الصحابة أفضل من عمر، فماذا كان جواب العلمي من مزور الإيميلات؟ كان جوابه الذي أفحم جميع الشيعة ودمر دليلهم وأبهج الوهابية هو امشي يا ابن القزمة. ما شاء الله ما شاء الله، أكيد ربه الشاب الأمرد فخور به الآن وبأخلاقه، يا لها من إجابة مفحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تعلمون حيلة العاجز هي السب والشتم، فقام عديم الأخلاق مزور الإيميلات بسب الأخ وعد اللامي وقال له امشي يا ابن القزمة، هل هذه أخلاق؟ كما سب والد الشيخ حسن اللهياري عاود سب والد الأخ وعد اللامي. أنا أريد أن أفهم شيء، ما دخل الآباء بالموضوع؟ هل أنت تعرف أبوه حتى تقول له امشي يا ابن القزمة؟ هل أبوه عنده قناة على اليوتيوب يسب أصنامكم مثلا؟ أم عنده قناة فضائية؟ أم سب أبوك في الشارع؟ ما دخل أبوه في الموضوع؟ لا، والمصيبة يأتيك أتبع هذا القرف ويقولون نتحداك تناظره. هل هذا عديم الأخلاق يصلح أن يتناظر أو يحاور معه أحد؟ هذا القارف حتى الخمارين والحشاشين وعدم الأخلاق لا يرضون حتى الكلام معه، بل يضربوه بالقزمة على قفاه، أي أخلاق هذه؟ والمصيبة القطيع أتباعه يصفقون ويهللون ويكبرون وكأنه انتصار. نعم انتصر بأخلاق الشوارع، لأنه يعلم أنه إذا سب سيتم غلق في وجه الهاتف، فأفضل وسيلة للهروب هي السب. ولكن العقلاء من أتباعه الباحثين عن الحق يميزون ويعلمون من هو المنتصر ومن هو صاحب الحجة والدليل، وهذا القرف وأمثاله هم سبب تشيع الناس. والله العظيم أمثال هذا المزور وبأخلاقه البلطجية وأكاذيبه على الشيعة هم السبب في تشيع أتباعهم، لأن العاقل الباحث عن الحقيقة عندما يرى كيف أن هذا القرف بدأ بالسب والصراخ سيعلم أن هذا السؤال قد أوجعه دمره، فالصراخ على قدر الألم. ولكن مع هذا السب شاهدوا كيف رد الأخ المحترم وعد اللامي على هذا القرف. اي تفضل تفضل جو واحد اقول لك كلمه حاجه. لا راح تشتم تشتم امشي ابن الجزمه امشي ابن الجزمه يلا. الله اكبر الله اكبر، لا يستطيعون المقاومه الا بالشتيمه. سبحان الله، ام عائشه حج وعد ام عائشه، ليش تشتم عائشه؟ شوف اخواني نفس الصوت اللي الجواب عمر سبقوه، الجواب امشي يا ابن القزمة، هذا هو جوابهم. وأنا أقول لك أنت مكرم، نحن بأخلاقنا نفوز وبدليلنا نفوز، نحن أولاد علي تربينا في بيئة علي وأنت تربيت في بيئة فلان وفلان وفلان اللي أنت تتولاهم. نحن ما أقول لك امشي يا ابن القزمة لأن أبوك مكرم وانت مكرم، لكن يا اتباع هذا الرجل يا ايها السنة، هل رأيتم من الذي يلزم الطرف الاخر بالدليل العلمي؟ الان اتصل وتورط، وهو لذلك انا اقول يخافون من مناقشة هذه القناة. والله حق لكم يا شيعة ان تفخروا
بهذه القناة. وأخيرا أقول كلمة يجب أن تسمع يا أهل السنة، بالله عليكم أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم أبي هؤلاء ترفعون رؤوسكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء فخركم؟ يا أهل السنة بالله عليكم أهؤلاء عزكم؟ أهؤلاء محاوريكم؟ يا أهل السنة أين العلماء؟ أين مشايخكم؟ أين من يستطيع أن يقف مع الأسئلة المدمرة؟ سؤال واحد في آية دمرهم. لذلك أنا أقول للشيعة حق لكم أن تفرحوا يا أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام بإخوتكم. طيب، هل شاهدتم الفرق بين أخلاق أبناء أمير المؤمنين وبين أخلاق أبناء عائشة؟ قد يسأل سائل ويقول ولكن من أين تعلم هذا القرف هذه الأخلاق والبلطشية؟ هل تعلمها من نبيه السباب الشتام اللعان الذي كان يسب ويشتم ويلعن أصحابه بدون ذنب كما رواه مسلم؟ أو تعلمها من أجداده؟ لحظة، حين أقول أجداده لا أعني جده الحقيقي، حاشا لله، أنا ليست عندي مشكلة مع عائلته ولا دخل لي بها، بل أتكلم عن أخلاق أجداده أمثال أبو بكر الذي كان يقول وأمام محضر النبي أمصص بذر اللات. أو ربما تعلم هذه الأخلاق من عمر الذي سب رسول الله يوم رزيز الخميس وقال أنه يهجر يهذي يخرف لا يعي ما يقول، أو من أمه عائشة التي قال لها رسول الله يا عائشة لا تكوني فاحشة. فهل تعلم أخلاق القرف من هؤلاء؟ أنا فقط أسأل لا دخل لي. فيا مزور يا قرف، لا تكن فاحش وتأدب حين تتصل على أسيادك،